فرد كبير شهده نادي سوهاج اليوم، احد اعرق واكبر انديه الصعيد. معنا الدكتور نشأت العريسه الذي فاز اليوم باكتساح برئاسه نادي سوهاج وعاد من جديد ليقود هذا النادي العريق. دكتور نشأت، يعني الف مبروك هذا الفوز الكبير لك ولقائمتك بالكامل اليوم، يعني نادي سوهاج شهد عرس ديمقراطي وفوز لحضرتك باكتساح. الله يبارك فيك واشكركم واشكر جميع اعضاء الجمعيه العموميه على تواجدهم وتصويتهم، وان شاء الله نكون عند حسن الظن باذن الله. دكتور نشأت، يعني حضرتك طبعا صاحب انجازات كبيره من قبل في نادي سوهاج، ساهمت في صعود نادي سوهاج بالممتاز، ايضا صاحب ايادي بيضاء طوال تاريخ نادي سوهاج ومن خلال وجودك في مجلس الاداره ورئاستك لنادي سوهاج منذ عده سنوات، يعني ازاي شايف عيونك المرحله المقبله؟ اكيد نادي سوهاج نادي جماهيري وبيحمل يعني ناديه امال وطموحات كبيره، يعني بتقول ايه لجماهير سوهاج؟ بنقول ان شاء الله ادونا فرصه اشهر قليله ونادي سوهاج الرياضي هيكون في مصاف الانديه الكبرى كما عهدنا فيه من قبل، سواء في مجال